موضوع الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي أعلنها السيد وزير المالية في شهر نوفمبر الماضي، والذي قضى برفع الدعم عن المحروقات والأدوية والكهرباء، وذلك عبر حزمة إجراءات اقتصادية. واتبعا لها ارتفع سعر لتر البنزين من 4.6 جنيه إلى 6.17 جنيه، فيما بلغ سعر لتر الجازولين 4.11 جنيه ومقارنة بالسعر السابق الذي كان 3.11 جنيه. كما اتخذ بنك السودان المركزي إجراءات قضت بتخفيض الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي ليصبح سعر الدولار 15.8 جنيه عوضا عن 6.5 جنيه وهو السعر القديم. كيف تقيم الآن مردود الإجراءات الاقتصادية بعد مرور شهرين؟ والله يا أخي كانت تكون الحال محلك سر، يعني ما ظهر أثر إيجابي يذكر لهذه الإجراءات، لأنه كان مفروض تكتمل بإجراءات أخرى، التغشف الحكومي، إيقاف الترهل في المناطق الدستورية والبرلمانية، ده ندوه فترة للأيام الجاية دي. فالحكومة الآن يبدو أنها حست بأن هذه الأشياء ينبغي أن يكون لها مردود، فتعيين الآن محافظ جديد لبنك السودان، معنا في سياسات نقدية تدعم هذه السياسات. مثل الحوافز للمغتربين لحد الآن ما أعلنت، يعني أنت فكيت الدولار وما دعمت، ما قلت أي حوافز بحيث أنه تجيب لك مدخرات المغتربين. فهذه الإجراءات يعني ماتت أكلها، لكن ماذا الأمل موجود إذا استتبعتها بعض السياسات، ويبدو لي أنه إذا ظهرت حكومة رشيقة، إذا المحافظ بتاع بنك السودان الجديد أعلن عن حوافز، زاد المراصدين بتاع البنوك في الخارج، في تفاهمات مع دول الخليج، ممكن تصرف الأيام الجاية يعني. طيب دعنا نشرك معنا الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي أبو القاسم إبراهيم. أبو القاسم، يعني الآن ممكن تحدث بروف البوني عن مردود الإجراءات بعد شهرين أنه لم يكن هنالك أي مردود، هل في رأيك يعني هذه الإجراءات خففت من الضغط على موازنة العام 2017؟ أصلا عموما يعني نحن كما تعودنا يعني من حكومة السودان أو من القائمين على الأمر الاقتصادي في السودان، يعني أن تفرض الإجراءات الاقتصادية والضرائب والرسوم قبل بداية العام الجديد، يعني دائما تكون في شهر نوفمبر أو في شهر ديسمبر، يعني حتى يعني يأتي وزير المالية ويقول أن الموازنة الجديدة لا 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 تشتمل على أي رسوم أو ضرائب جديدة. يعني من الناحية النظرة الفرضت فيها الإجراءات الأخيرة، أعتقد أنها نظرة إرادية بحتة، يعني أرادت وزارة المالية أن توسع من معونة الإيرادات، لأن هنالك توقعات بزيادة المصروفات الحكومية خلال عام 2017 نسبة للترهل والتوسع في الجهاز التنفيذي بعد تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. يعني فمن الصعب يعني دائما أن نتحدث عن إجراءات يعني أن تأتي وكلها خلال شهرين، يعني هذا اقتصاديا قد يكون غير وارد يعني أو غير دقيق، لكن مؤكد كما تحدثنا في مرات سابقة أن الإجراءات الاقتصادية قد يكون لها مردود يعني سلبي كبير جدا أكثر من المردود الإيجابي اللي يمكن أن يوسع مواعين الإيرادات للدولة. لكن نحن نتوقع أنه سيحدث العكس، لأن يعني زيادة التكلفة التشغيلية للقطاع الخاص والمؤسسات وزيادة تعرفة الوقود أيضا سيرفع من التعرفة بتاعت المؤسسات الحكومية. فبالتالي طيب أبو القاسم، يعني ممكن الآن تحدثنا عن الإجراءات والتي تحدث عنها السيد وزير المالية وأعلنت كسياسات جديدة في الدولة، تبعا لهذه السياسات أيضا أعلنت وزارة المالية وأعلنت الدولة عن موازنات أخرى مثل زيادة المرتبات، زيادة يعني لإحداث يمكن نقول موازنة بين الإجراءات الاقتصادية الجديدة وتسهيل الحياة بالنسبة للمواطن. هل في رأيك كما طبقت هذه السياسات الجديدة طبقت أيضا الموازنات بالنسبة لراحة المواطنين؟ يعني في اذا احنا تساءلنا يعني كم العاملين في الجهاز الحكومي او في الخدمه المدنيه، كم يمثلون من حجم الشعب السوداني الذي يمكن ان يتاثر بهذه الاجراءات؟ يعني حقيقه الزيادات التي حصلت في الاجور والمرتبات في القطاع الحكومي، يعني العاملين في القطاع الحكومي هم عدد محدود، يعني وهنالك ايضا حديث عن رفع الاجور للعاملين في القطاع الخاص، ولكن
نحن ظللنا نتحدث بأن الإجراءات يجب أن تكون دفعة واحدة حتى يتحمل الشعب السوداني الصدمة لمرة واحدة، يعني بدل أن تتوالى عليه الصدمات الاقتصادية يعني بدون إجراءات يعني استثنائية أو بدون معالجات يعني اجتماعية، لأنه يصعب يعني دائما أن تكون هنالك معالجات يعني شاملة للشعب السوداني. نعم، هو أبو القاسم، يعني هو الآن هذا هو السؤال طبعا. أبو القاسم، هذا هو السؤال الآن الذي يطرح نفسه، وهو أن وزارة المالية أعلنت بعد كل هذه الإجراءات أنها ستعبر بهذه الموازنة في العام المقبل دون اللجوء لأي إجراءات جديدة. هل في رأيك ستستطيع وزارة المالية أن تنتقل بهذه الموازنة العام المقبل؟ هذا ما قال وزير المالية أيضا في موازنة العام 2016، ولكن شهدنا أن موازنة العام 2016 من الأسبوع الأول يعني لم تعبر 7 أيام حتى تم تعديل في الموازنة، وأيضا حصل تعديل في منتصف الموازنة وحصل تعديل في نهاية الموازنة. نحن يعني والآن وزير المالية قبل يومين تحدث المؤتمر الصحفي بأن موازنة العام 2017 لن تشمل إجراءات جديدة، ولكن ما هي الضمانات؟ يعني ليست هنالك ضمانات يعني كافية، طالما أن هنالك متغيرات وطالما أن موازنة السودان منذ 4 سنوات يعني لم تكمل عاما كامل، يعني تحدث فيها تعديلات خلال العام، وده يعني يقودنا لأن التقديرات ذات الموازنة يبدو أنها غير دقيقة وليس هنالك التزام بقانون الموازنة، فبالتالي نحن لا نتوقع أن تعبر ميزانية العام 2017 يعني دون أي إجراءات يعني قادمة. لا بالعكس، هنالك الوزير ألمح لأنه هنالك ستكون هنالك إجراءات في السياسات المالية وأيضا ستكون هنالك إجراءات في السياسات النقدية، فهذا لا يريدون أن يتحدثوا عنه الآن، ولكن نتوقع بعد النصف الأول أن تكون هنالك إجراءات أو ربما يعني بعد مضي الربع الأول. شكراً من العام القادم. شكرا أبو القاسم إبراهيم، الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي و بروف البوني. هو الآن السؤال الذي يطرح نفسه، ممكن موازنة سابقة للعام الماضي أعلنت أنها لن تكون فيها أي تعديلات، عدلت الآن أيضا إجراءات اقتصادية جديدة أعلن أنها لن تعدل، ويمكن أبو القاسم تحدث على أنها من الإمكان أو من الإلزام أنها ستعدل. هل سيستطيع المواطن تحمل صدمة جديدة؟ والله يا أخي زي ما قال أبو القاسم وأنا أتفق معه جدا على أنه ما في ثبات في الميزانية دائما، يعني وده معناه في بالذات في تقدير الإيرادات وفي تقدير المصرفات، دائما بتكون الإيرادات أقل من التقديرات والمصرفات أكثر من التقديرات. نجلس أسألك في حكاية الصدمات التي بقت تتوالى على المواطن، والله أفتكر أن المواطن بقى يعني ليس في 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 ما عنده بعد محل ذاته لصدمة جديدة، يعني من كثرة الصدمات اللي قدرت عليه، يعني ما في متسع كثير من الصدمات، فنسأل الله التخفيف.